اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين داخل الكوره مع الحياه مع اليومنا ضيوفنا ونجومنا النهارده طبعا نجوم نادي الزمالك كابتن حلمي طولان مشرفنا كابتن منور. اهلا مساء الخير استاذ حضرتك. ازيك يا سيف؟ كابتن اسامه نبيه طبعا مشرفنا ومنور. اهلا بيك يا كابتن سيف وسعيد ان انا موجود معاك وطبعا السعاده الاكبر ان انا موجود مع كابتن حلمي النهارده يعني حاجه من الحاجات الجميله. شرف كبير ليا ان انتوا موجودين معايا النهارده. متشكرين. كابتن حلمي نادي الزمالك يعني تغيير الحقيقه جديد تغيير سريع دايما بتبقى حمة البداية زي ما بيقولوا بتظهر ولكن في حالة حماس موجودة في الفريق بشكل كبير في حالة سعادة على اللعيبة بشكل كبير شايف حضرتك التغيير ده ازاي؟ والله التغيير كان متوقع وشايف ان مجموعة من الشباب بتقود النادي دلوقتي من ابناء النادي مؤكد طالما في شباب يبقى في حماس يبقى في نشاط يبقى في حيوية واعتقد ان يعني اتمنى ان التجربه تنجح وتكلل بالنجاح السنه دي ببطوله لان الوضع اللي فيه النادي من امكانيات فنيه امكانيات ماديه دعم من الاداره اعتقد ان ده جو مهيئ تماما للحصول على البطولات يعني وتكرار التجربه الموسم الماضي يعني فبتمنى التوفيق للجهاز الفني الجديد وبندعمهم بكل قوة يعني. شايف حضرتك ان مجموعة كبيرة من الشباب ظاهرة صحية شايف حضرتك ان هي مخاطرة شايف حضرتك ان كانت محتاجة تفكير شايف ان فيها بعد نظر من مستشار مرتضى منصور لا هو اولا مش كلهم طبعا شباب محمد صلاح يعني محمد صلاح موجود عنده خبرة كبيرة في الجانب الفني ميدو اعتقد ان هو بقى له ده تاني موسم ليه يعني في الشغل خد خبره اكبر واعتقد يعني العمليه مش هيبقى فيها دروبات فنيه كتيره وجود حازم برضو ادى شكل كبير للجهاز لكن انا يعني ما كنتش حابب ان حازم يخوض التجربه بالشكل ده يعني حازم يمكن احنا بصين له بصة تانية برؤية تانية مختلفة تماما كنت اتمنى ان هو يخوض تجربة بشكل احسن بشكل اقوى حازم يمكن احنا كأجيال قبليه ويمكن زمايله كنا بنبص له المستقبل في وضع تاني مش عارف ليه هو اتسرع حب الشديد لحازم انت عارف انا بحبه جدا طبعا ابننا ومعانا ايه الوضع الثاني اللي حضرتك يعني تقصده يعني انا كنت بص لحازم ان هو يبقى ياخد بوزيشن اكبر في النادي في المستقبل يعني اداري ولا فني طبعا اداري 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 حضرتك بتتكلم على مجلس الاداره يعني مثلا يعني واخد بالك خصوصا ان هو كان في تجربه سابقه كان عضو مجلس اداره وكان ناجح في كعضو مجلس اداره كنت اتمنى ان هو يصبر شويه وخصوصا ان هو ناجح جدا كاعلامي ناجح جدا كمحلل في 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 البي ان بيقدم برنامج هنا وناجح جدا فيه وكاريزما كويسه جدا كنت اتمنى انه يصبر سنه عشان يعني مش انا لوحدي انا واحد من ابناء النادي اللي باصص لحازم بصة تانية خالص حضرتك ما كنتش حابب انه يخش المجال الفني اصلا يعني انا يعني ما كنتش حابب ده لان احنا كزملكاويه كنا عايزينه في حته تانية بس في مجلس الاداره مثلا